الحمد لله وصلت المنتجع ونزلت الأغراض، قاعد نرتبهم الحين. قلت خلاص أصور لكم هذه الفيلا والشاليه. وصلت سكن في أورلاندو CLC. هذا المطبخ، هذه طاولة الطعام والتلفزيون، هذه الصالة، هني في دورة مياه وهي المقاسم، هني غرفة الغسيل. الحين نصعد فوق نشوف. غرفة النوم مع الكبتات، هذه غرفة اليهال هم بعد مع كبتاته. هني دورة مياه بحق الغرفتين، شاور بوكس، هذه غرفة النوم الرئيسية، هذا هو الشاليه المطبخ. هذا طاولة الطعام للعيال، على طول ركبوا بلاي ستيشن 5. هذه الصالة، الأغراض الحين ما صعدتهم فوق. هي عندك دورة مياه والمغاسل، هذه نشافة ويا الغسالة، حاطينهم صابون. راح فوق أوريكم، طبعا حاطلك صابون كلينكس، اسفنج، فرن، كرويف، فريزر، ثلاجة. هني تطلع برا، هذا جاكوزي، وهذه طاولة، طبعا كله مسكر حاسس انه. هذا قزال موجود، قزلان يطلعونك. هذا المنتجع اللي انا مأجر من عنده، وهذا الريسبشن، وفي مسبح. خلينا نشوف داخل.